في مرة كمان يسوع كان في منطقة كورة الجدريين، وكان في شخص ملبوس بأرواح شريرة، وهذه الأرواح كثيرة، لأنه قال الاسم لاجئون، يعني بتعني كتيبة رومانية على الأقل تتألف من الآلاف أو 6000 جندي. فتخيل كثرة هذه الشياطين اللي كانت لابسة أو ساكنة في هذا الإنسان المسكين اللي كان يصرخ ويصيح في القبور ويجرح جسده ليلا نهارا، كان بحالة رعب، وهو أيضا كان يرعب الآخرين. عندما تقابل معه يسوع المسيح تغيرت حياته، وحرروا من الأرواح النجسة الشريرة، وفعلا تغيرت حياته. قال ليسوع: أتبعك. قال له: بل اذهب وحدث أو خبر بكم صنع بك الرب ورحمك. فعلا راح خبر أهل بيته، وراح خبر وشهد شو الرب يسوع عمل معاه في منطقة الديكابوليس، المدن اليونانية الرومانية العشر اللي هي معظمها اليوم في الأردن. كان بخبر كل الناس كيف المسيح غير حياته.